كتب تقي الدين رحمه الله ممتلئ بالأحاديث الضعيفة والتي لا أصل لها، وعليها أقام فكره وأقام حزبه، حتى قال في تفسير الحديث السابق: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق يعتقد هذا المخلوق حينما يأمر بمعصية أنها معصية، أما إذا كان هو أداء اجتهاده أن هذه معصية فيجب طاعته. ومن هنا فرضوا على كل فرد من أفراد الحزب إطاعة أميرهم والاستسلام له وعدم تحكيم العلم اللي هو الكتاب والسنة، لأنه هيك رأي الأمير اجتهاد. وأنا جرى نقاش بيني بينهم، يعني نقاشات كثيرة وكثيرة جدا، ومنها كان جمعني السجن الحسكي في سوريا معناه 15 واحد منهم، فضربت له المثال الآتي في السجن على شيخنا. ايه لواحد منهم متحمس جدا، قلت له: ما رأيك في قول عليه السلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فخليه حرام؟ قال: طبعا هذا حديث صحيح وأنا مؤمن فيه. قلت له: وما قولك ألا يوجد في بعض الأئمة، أئمة المسلمين قدام المجتهدين، يقول أن الخمر المحرم قليله هو المستنبط من العنب فقط، أما الخمور المستنبطة من أشياء أخرى فما يحرم منها إلا ما يسكر. يعني لو شرب كاستين ثلاثة كبار وبقي محتفظ بشعوره هذا حلال، لكن آخر مصة بمصها وبيسكر هذا الحرام. قلت له: شو رأيك فيه لما بيقولوا هيك؟ قال: إيه نعم. قول النصارى في الخمر. ما تقول قول النصارى، هذا قول بعض المسلمين كبار علماء المسلمين. المقصود قلت له: فلو ربنا ابتلى المسلمين بأمير حاكم ويتبنى هذا الرأي، ماذا تفعل أنت؟ قال: بطيئة. بطيئة ويعتقد أنه هذا حرام. ليش؟ لأن الحزب قال له: إذا كان الأمير ما يعتقد أنه حرام أو لا يأمرك بمعصية. فحوروا الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق يأمر بمعصية وهو يرى أنه معصية، أما إذا كان هو لا يرى أنه معصية فعليك الطاعة. هذا كله نسف الإسلام باسم الإسلام. نعم. وباسم إقامة دولة الإسلام. والله المستعان. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.